flagged at the Long Beach. The fuck you are, it's in the house. Let's go get out of here, what the fuck you want to do? You had the cool out of the marble. You have to also laugh, you don't have to يلعبون الرمية الجانبية لكن يقف لهم بشكل جيد. ما زالت النتيجة سلبية في المباراة حتى الآن. والتسديد ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرص. رامينيو.
علان عملية التغيير معروف بتميزه في التمرير، ممكن استغلال قدراته في السيطرة على الوسط وتشكيل خطورة هجومية. دودا لمسة على اليسار عند المساحة الخالية على الطرف، كرة راسية لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. كريستيانو رونالدو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار، الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. تحرك جميل، الكرة معنا، ماذا سيفعل مع هذه الكرة الخطيرة؟ موجودة مع هذه الكرة يفعلها في اللقاء مقابل ركنية وحيدة للخصم. ضربة راسية والكرة في الشباك، جول. وأخيرا ينجحوا في الوصول إلى الهدف. مجهود كبير من اللاعب في التحرك إلى الأمام، قراءة الهدف تحتاج إلى ذكاء كروي. البديل يضع بصمته، الكرة في الشباك الآن. سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. هل تكون هذه فرصة تعادل؟ لم يتبقى أمامهم الكثير من الوقت لعدم استغلال الفرصة. كرة طولية في المساحة الخالية. باريلا في الوقت المناسب يتدخل، يلعبها على اليمين، مهارة غير عادية بالكرة. لوكاتيلي تالي انهاء المباراة، عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية، جدار برلين، كريستيانو.